الخدمة الحسينية تملأ خدمها الكرة الأرضية، الخدم والنجاح زهرتك تبلى صار. بس بالعراق وحلقة جديدة. أنا هسه بالناصرية حيث الزوار ومسيرهم المستمر الهادر نحو كربلاء المقدسة. درجات الحرارة عالية اليوم كلش، قاربت 50 درجة مئوية، أثر على الزوار، وقف مسيرهم مستحيل، مستمرين رغم هاي الحرارة العالية ومواصلين المسير نحو كربلاء المقدسة، واحنا وياهم خطوة بخطوة. هاي المشاهد تشوفوها بس بالعراق، هذا الاصرار تشوفوه بس بالعراق، هاي الروح اللي تتحمل كل شيء من اجل الوصول الى كربلاء المقدسة تشوفوها بس بالعراق. خليكم ويانا، خلي نشوف الصور اللي موجودة هنا والخدام شلون يقدمون الخدمة لزائرين ابي الاحرار رغم هاي الحرارة العالية، رغم قساوة الطقس. خليكم ويانا، يا الله عليكم ويانا. حسين وياي انت، السلام عليكم. وعليكم السلام. مأجورات؟ قواك الله. يلا خير. ما تعبانات؟ ما تعبانين. حار الدنيا؟ ماكو حار يا حسين. ها؟ الله. لا حار ولا برد، كل شيء ما يكظمك. كل شيء ما يكظمكم؟ ابد يكظمك. يابا حار اليوم 50 حرارة. لا عادي يا حسين، ماكو حار. ماكو حار. حار ولا برد؟ صديقات؟ ايه. هذا الموكب هنا؟ ايه. شو تقدم الخدمة للزوار؟ كل شيء. مي واكل مي واكل خدمتهم. الله خدمه الزوار. خدمه الزوار. الله الله الله. اكيد شرب عندكم تقدمون له كل شيء. كل شيء ما شاء الله. ما شاء الله موفقات. يعني هسه اللي بعمرتين قاعدات بالبيت جوا التبريد ومرتاحات، انت ليش هنا؟ شنو اللي دفعكم؟ خدمه الحسين. خدمه الحسين. ابو علي تعال سولف مكاني. ايوه علي صديق تعال سولف مكاني. ما حد يمنعنا ان شاء الله. اه والله ما حد يمنعكم. ما حد. مأجورات هذا كله قليل قليل، يعني بحقه ايش ما نسوي قليل. الله. الله 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 الله. مأجورات علويات مستمرات هنا ان شاء الله بالطريق. ان شاء الله تقدم الخدمه للزوار. ان شاء الله. مأجورات. ان شاء الله. مأجورات ان شاء الله. ان شاء الله. وموفقات على هاي الخدمه العظيمه. ان شاء الله. يعني هاي صوره من الصور الاعجازيه اللي نشوفها بس بالعراق. صديقات 2 علويات وقفات بالطريق رغم درجات الحرارة العالية خدمة الخدمة للزوار. دقيقة أنا هنا أوقف، درجة الحرارة تأثر علي. هذول الخدم مو يمهم الحرارة يا أخوان، ولا المشاية يمهم الحرارة، مستمرين. حرارة شنو؟ تعب شنو؟ الحسين، الحسين عليه السلام مستمرين بهذا الطريق. أي حرارة خليكم هنا ومستمرين. خلينا نشوف بعد. جامع أقصى وقسم الأقلام قسم الخطابة طيب الله ويزيد أنفاس الرواد وأهل الكتابة على العاشر. إخواني الأعزاء، في كل سنة مثل هذا اليوم في حدث يصير بس بالعراق، أطول سفرة بالعالم تحطم الأرقام القياسية من الناصرية وحتى سوق الشيوخ، 40 كيلومتر، سفرة بطول 40 كيلومتر بس بالعراق رغم هاي الحرارة العالية. الخدام هسه بدأوا يجهزون بهاي السفرة، كل سنة شوية درجة الحرارة أقل من هاي السنة، لكن هاي السنة درجات الحرارة عالية، راح تصير السفرة داخل الخيم. الخدام كلهم يعلنون ساعة صب الغداء بأطول سفرة في العراق، بأطول سفرة بالعالم، بحدث تاريخي، بحدث أسطوري، ما يصير بس بالعراق. وين أبو علي؟ قواك الله. قوا عليك. مأجور جاي يجهزون للسفرة؟ إيه.
أطول شبرة في العالم من الناصرية إلى سوق الشيوخ 40 متر 40 كيلو متر موكب لها درجة الحرارة عالية. ما راح تسووها المرة بالشارع؟ إيه لأن يأذن أبو عبد الله لأن درجة الحرارة عالية راح نسويها بالمواكب. ماكو تعب عليكم؟ لا كل تعب ماكو. كل تعب ماكو؟ كل تعب ماكو. مأجور؟ لا عظم مجرك. عندك شعر؟ إيه خلينا خلينا نسمع. يا سيد رجاك دانيتك هاي يا سيد رجاك دانيتك هاي ألف نعمة عليك من تشرب الماي. الله يا سيد رجاك دانيتك من العام ظل شاكي بيه يا سيد رجاك دانيتك من العام ظل شاكي بيه خلينا شربة ماي بدنا نديه. أويلي مهجور عظم رجاك. ماكو تعب انت هنا توزع ماي للزوار؟ كل تعب ماكو. حارة الدنيا؟ لا ماكو شيء؟ لا هاي شنو؟ والله ماكو شيء. تروح نام على السبلت؟ عمو ما شنو؟ هاي شنو؟ والله انا زوار ابو عبد الله. ها؟ زوار ابو عبد الله ونام على السبلت. اويلي والله هيك تحبوهم الزوار؟ ايه تخدموهم؟ احنا هاي شنو؟ نطيهم عيوننا الزوار. تطيهم عيونك؟ ايه اويلي والله وان هذول اطفال هذول مو شباب تطيهم عيونكم للزوار؟ الله حار عليكم روح ارتاحوا كل حرمات كل حرمات ما العصا شو ما كان بين ايد الطبون كابل العصا بيدك حتى تطبوا بالزوار أبطال هاي المشاهد تشوفوها بس بالعراق هذول الأطفال رغم الحرارة العالية يقولون حارة يقولون تعبنا يقولون ملينا لا والله ماذا فعلت بنا يا أبا عبد الله؟ ما هذا العشق الذي في قلوبنا إليك يا أبا عبد الله؟ شنو اللي جاي يصير؟ رغم هاي الحرارة، رغم هذا التعب، رغم هذا الجهد، الكل يتسابقون بالخدمة، الكل يحبون يقدمون الخدمة، أطفال وشباب وشيبة ونساء وشابات، العالم كله يقدم الخدمة لزوار أبو الأحرار. هاي المشاهد ما نشوفها بغير مكان ما نشوف هيك كرم ما نشوف هيك عزوبية ما نشوف هيك إصرار هذا بس بالعراق خليكم ويانا مستمرين خلينا نشوف بعد يا لطامة هني على اللي بيسمونا جواهم الله جواهم مأجور مرحبا يا عظم الله أجرنا وأجركم رحم الله وديك عظم الله نال لكم الأجر باستشهاد أبي عبد الله الحسين واحنا اهل الناصريه ومعازيب على راس الزوار واحنا بخدمتكم ونصير معازيب واقول يا حلق الطائفيه تكتر بعيد يا حلق الطائفيه تكتر بعيد خلص زادنا وشلنا المواعين اشتفن اشتفن الحسين واقف للوطن سور لك خبزه بوطن ناطوره الحسين والهمسه وبذانك لا يكذبون كذب من قال لك عندنا اختلافات الله. لو ما كان جامع قبر الحسين للسنة وحسينية وكنيسة الله. مو أنا وعمر نلطم على الرأس الحسين ويدك زنجين عيسى أويلي. والهمسة أويلي. وبذانك لا يكذبون كذب من قال لك عندنا اختلافات لو ما كان جامع قبر الحسين للسنة وحسينية وكنيسة مو أنا وعمر نلطم على الرأس الحسين ويدك زنجين عيسى وأقول أن عراق انت عسنا وانت مرنا ايه عراق انت عسنا وانت مرنا ولدك وبخدمتك انت مرنا نحذر الطائفية انت مرنا نثور ونشق حلق الطائفية الله ووطن الله. وطن نوقف لك الالاف واحد ايه وطن باشت كنصل السيف ايه واحد وطن يا وطن تبقى وطن واحد وبيك الوان ناسك مزهريه الله عظم الله لنا ولكم الاجر باستشهاد ابو عبد الله الحسين ودائما مدينه الناصريه تقول شكرا جزيلا على راسك تعال اسمع مدينه الناصريه شو تقول مدينه الناصريه دائما تقول احنا ضد الطائفيه وضد الارهاب وضد التعنصر والتنمر هاي زوار الحسين يا شباب لا حد يحكي على الخدمه الحسينيه رجاء لان ملينا من السوشيال ميديا ومن الاعلام من الاعلام الاصفر مع احتراماتي لكم طبعا خدمتكم وشكرا جزيلا لتغطيتكم شكرا جزيلا لتغطيتكم رحم الله وسعكم مو حر عليكم ولكم روحوا البيت ارتاحوا يا سمعنا
طبعا الابوذية للكبير ابن الناصرية اياد عبد الله الاسدي. على راسي. بدور روح لك سالف راسك. سيدة زينب تقول حن واشتاق لك قلبه وراحن. ايه. لاخوي حسين فد وغدي وروحن. عيونه ايست منهن وراحن انعمن عدروس كم يمال ميه. سلامتك وتحياتي لعبد الله الاسدي. الله تصلون بالسلامة زوار. ماجورين قواهم الله ماجورين. ماجورين هاي المشاهد يشوفوها بس بالعراق. هاي المشاهد الرائعة اللي انا يعجبني ان انا اوقف واسولف وياهم. هذول الزوار ويا الخدم وكلهم متجمعين وكلهم روح وحده وكلهم طيبه وحده وهم سائرين نحو كربلاء المقدسه رغم درجات الحراره العاليه. شنو هذا الحب اللي بقلبكم يا عراقيين؟ شنو هذا الحب بقلبكم يا موالين؟ شنو هذا الحب اللي ما يخلص للحسين عليه السلام؟ تحس كل سنه وكل عام كل ما تزيد درجه الحراره كل ما يزيد الطريق كل ما يزيد التعب والبعد تحسهم مستمرين ورايحين. اذا صور هوايه موجوده بالطريق واني بالناصريه وتعرفون شنو الناصريه خليكم ويانا مستمرين. مستمرين وياكم بس بالعراق. انا بعدني بالناصريه وهذا اكبر او من ضمن المواكب الكبيره اللي بالعراق موكب شهيد الجمعه اللي ينطلق حاليا من الناصريه باتجاه كربلاء المقدسه. الان سيل الهاذر سيل المليوني اللي متجه نحو كربلاء المقدسه بدا بالتزايد. المده بدات تقل عن 20 صفر والعالم تحس كلها بدات تطلع باتجاه قبله الاحرار. مستمرين وياكم من هذا الشارع من هذا الطريق طريق الجنة حتى نشوف الصور اللي ما تشوفوها بس بالعراق. هني على اللي يرتاح بسمل يطبخ الساعة بس بالعراق. هنا أنا حتى الخدام يوزعون بيبسي للزوار بيبسي وسفن وسينالكو وشاني كل شيء بارد يعني بسبب الأجواء الحارة تشوفها هنا بهذا الشارع يوزعوها للزوار. شنو اللي ببالكم؟ الكرم اللي بالعراق تخطى الحدود تخطى مجال العقل. مستحيل تشوفون شيء يصير هنا بهذا الشارع بغير العراق. هذا الشيء يصير بس بالعراق وتحديدا انا بالناصريه. شنو اللي ببالكم او شنو اللي ببال الزاير؟ تعال هنا يوزعون ازبري. هنا يوزعون ازبري للزوار الاطفال. عجيب عجيب هذا اللي هنا يصير بالعراق. ماجورين 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 ماجور ماجور ازبري بارد للزوار. هذا للكل ولا بس للاطفال؟ لا لا كلها الكلها ماجورين ان شاء الله. هاي يصير بس بالعراق مستحيل يصير بغير مكان. انا غريبه شنو اللي انت ما تفكر به ممكن يوزعوه بهذا الطريق؟ راح تشوفه بهذا الطريق بالعراق يوزع بالمجان موطئ والبيبسي والازبري كل شيء والماء البارد هذا موجود على طول الطريق وانواع المشروبات. هذا الكرم العراقي اللي احنا نسولف عليه. هذا الكرم اللي ما تشوفه بس على وجه العراق. خليكم ويانا مستمرين. ما تعادلها تبقى جدر ما ترنم ريحة اهلنا ما تعادلها. من ضمن الطريق طريق الجنة بمحافظة الناصرية موكب مؤسس تمرة من 2004 ولحد الآن. قولوا لي مدعوم أقول لكم لا من جيبها الخاص. أضم بي مجموعة من الطالبات في هذا الموكب. هذا الموكب ما بي ولا رجل. الكل في هذا الموكب هم نساء قدمون الخدمة لزوار أبو الأحرار. إضافة إلى خدمات الأكل والشراب هم يقدمون خدمات فكرية خدمات عقائدية أسئلة أي شيء يحتاج الزائر بهذا الطريق تلقوه بهذا الموكب. مأجور أم صلاح؟ الله يحفظكم ويرعاكم جواك. إن شاء الله الله يحفظكم. ما تعبانة؟ ما شاء الله ما هذا العمل ما بيتعب إن شاء ما بيتعب الله. أنا دين ما بيتعب. يعني أنا بداية أحييك على هذا الموكب. كنت لي من 2004؟ من 2004 إن شاء الله بدينا بأسسنا هذا الموكب. بس كان شنو موكب بسيط يعني كانت هاي الأرض بالأصل هي يعني تعبانة كلش تعبانة. زين قعدنا نرمم بيها ونعدل وندب السبيس وهادي الا انا شويه ارتقت صارت والحمد لله هسه تشوفونا مثل ما خير وبركه. الله يحفظكم ان شاء الله ويرعاكم. مجموعه من الطالبات انت هنا؟ عندي طالباتي انه انا جمد ادرسن حوزه يعني بالحوزه. استاذه حوزه الحمد لله رب العالمين. الحمد لله
عده ومبلغه يعني انه واجبي كمبلغه استاذه بالجامعه ومبلغه في مجمع مبلغات الرساليات فرع الناصريه انه اؤدي الواجب المكلف انا به الرساله اللي علي اوصلها ان شاء الله للمجتمع وزكاه العلم انفاقه. ما شاء الله الله يحفظكم ويرعاكم ان شاء الله. شنو الدافع من هيك شيء رغم درجات الحراره العاليه وانا شفتك الصبح بالخيمه الله يحفظكم كنتي مشغوله الله يحفظكم هسه يلا صار اكو وقت وقدرنا نحكي وياك الله يحفظكم انسان او انت كربه بيت قلتي لي واستاذه بالحوزه شنو الدافع اليوم من انت تجين تتحدين الظروف المناخيه من حراره ورطوبه واي شيء في سبيل تقدمين خدمه ليش يعني نخليها مقياس ما نسوي مقياس؟ نسوي مقياس. الحسين شنو الدافع اللي خلاه يعني يعوف ديرته واهله وناسه او يتحمل كل شيء وعلمه شنو هو؟ شنو؟ قل لي انت جاوبني هسه انا انت سالتني وانا ارد عليك السؤال. شنو الدافع اللي خلاه؟ هو يقعد ببيت الامام الحسين يقدر حقه ياخذه والله سبحانه وتعالى هو بهم بدا بهم يختم مو صحيح؟ صح فما يحتاج بعد الامام الحسين يقعد والملك والملك والسلطه ترجع اليه. ليش انطى وقدم ان شاء الله اني راني مقتولا ويراهن سباي الله. ها وبعد هذا الامر بعد ما يحتاج انه واحد اللي انا اقول لك شنو الدافع وشنو الهدف وشنو الغايه وشنو شنو ما شاء الله واضح لو لا ما شاء الله شنو علاقتك بالامام الحسين؟ ما ايش اقول لك شنو اقول ما اعرف يعني لو شو شنو الكلام اللي نوصف هسه نجمع الكلمات العالم باكمليته ويقولوا لي عن حب الحسين اقول لك يمكن كل ذني ما وصلني الحب الحسين اللي بقلبي اوف 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 حسين مو شوي ما شاء الله حسين 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 بعد هو حسين ما يحتاج حسين نعشق عشق العشق سهل 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 كلش سهل يعني العشق والله العشق سهل ما شاء الله مرات الانسان يوصل مرحله الهيام مرحله الجنون يعني انا يمكن اقول لك تجاوزت هاي المرحله مع الحسين سلام الله عليه يعني ادفع كل شيء ادفع كل شيء كل ما املك كل شيء كل شيء خاص بي راحتي انا يعني اتصور انا مريضه يعني اجلكم الله اروح اخدم ارجع هنا اسقي وارجع اغسل وجهي وارجع اخدم مره ثانيه هيك الله يشهد علي الله يشهد علي مو كذب ولا مبالغه ولا شيء يمكن لو تسال الناس اسال طالبات اسال البنات الخادمات اللي معاي اولادي يعني هم هم يخدمون وياي هنا الحمد لله رب العالمين اسالهم شنو وضعي وشنو صحتي وشنو هذه بس مع هذا مستمرة ما اقطع لا ما في يوم راح تقطع الخدمه الله يشهد يعني اظل اذا احسب لها يوم يوم ساعه ساعه دقيقه دقيقه شو وقت تجي موكب الامام شو وقت تجي الخدمه الحسينيه على مود اقدم اللي اقدر اقدمه كل هذا واقول انا من المقصرين اويلي نعم مع الحسين اويلي اقدم اشياء كثيره واذا خلص الموكب وراحت الزوار شو تسوي؟ بعد هاي الله المعين صعبه انا عندي هسه هذا موكب هو سيدنا نرجو السلام الله عليها سلام الله وعندي موكب ذاك الثاني اللي هسه مال شو اسمه التمثال مال ابو مهدي المهندس هذا للراجع يعني اخدم به انتقل منه اخدم غادي زين ارجع استقبل الزائرين الراجعين من من كربلاء يعني انت تودعيهم اودع واستقبل استقبلهم اللي جايين بس ذاك الموكب بعد اعظم من هذا اصرار يعني قويه اكيد اكيد قلت لك يعني الحسين يعني غير بينا اشياء يعني اللي خلينا نتحمل هاي كلها لامسه شيء من بركات الامام الحسين حياتك كثير كثير من الصفر من لا شيء صرت شيء وانت يعني هسه اقول لك مو انت انت هسه يكفيني انه انا من يلاقوني النساء المره الكبيره خلينا نعبر عنها بالعرف الدارج المره الكبيره تقوم جلالا واكراما الي لان خادمه الامام الحسين هاي شنو المنزله بعد اللي احصلها اكثر من نعمه صحيح لو لا؟ نعمه يعني نعمه اولادي تربيتهم تربيه صحيحه ما شاء الله الحمد لله والشكر يعني بيتي امن يعني كل شيء كل شيء احس انه هو من الحسين سلام الله عليه وسلم انت خلال السنه تجمعين فلوس في سبيل هذا الموكب؟ اقرا نجارة الامام الحسين واجمعهن ايش قد ما يصيرن انفقهن على اليمن على زوار الامام الحسين كنا صفر اشتريت خيمه كان قبل هيك يعني حتى سويت بي ار سي وشجار وشجرته وهذا بس بعدين من جت البلديات شالوا كله كنت حتى بانيه بنيان اي ابني ادفع فلوس قد تكلفني 3 ملايين 4 ملايين البنيان هذا اكمله وارتبه بالاضافه للناس الخيره طبعا خو ما يقول من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق الانسان بعد ما يقدر يجحد ويكون مثل ما تقول اناني حب الاناني يكون بداخله لا يعني الناس همين ما شاء الله الله يوفقهم ان شاء الله ويرزقهم بحق محمد وال محمد يساعدون يعني هم اللي يجي عنده ثمن اللي عنده فلوس اللي عنده مثل غدا يجيبه اكيد لا لا الحمد لله والشكر لله صلاح بالنهايه شنو الرساله اللي تقدميها؟ والله اقدم يقول اكو مقوله تقول من اراد خير الدنيا والاخره فعليه بالحسين الله شو تريد انت من الدنيا؟
شو تريد يعني؟ كل انسان يتمنى امنيات كثيره، هواي هواي يتمناها. أي. يتمنى امنياتنا ما تتحقق يعني، ما نقدر نحصيها. أي. مو صحيح لو لا؟ صح. فانت اذا تتحقق امنياتك للدنيا وللاخره فعليك بالحسين. امنيتي بالحسين ان الله سبحانه وتعالى يرزقني حسن الخاتمه. وما يخرجني من الدنيا الا وهو بكامل رضاه عني. قناعه هاي. الحمد لله. هي هاي بعد انه طلت الامنيات الثانويه بعد اني همي هي لله سبحانه وتعالى. الله حج بيت الله الحرام. هاي امنيه يعني ان شاء الله تتحقق باذن الله تعالى بوركات الامام الحسين صلى الله عليه وسلم. موفقه ام صلاح. الله يوفقك ماجوره ان شاء الله. يزيد في توفيقك كل سنه وكل عام. والعوده ان شاء الله. الله يوفقكم ويسدد خطاكم بحق محمد. الله يحفظك محمد. الله يحفظك. الله يوفقكم ان شاء الله. الله يحفظك ام صلاح. الله يسلمك. يعني هي هاي الصور اللي احنا نسلط الضوء عليها بالعراق. مثل ام صلاح تشوفوها بس بالعراق، ما تشوفوها بغير مكان. مثل هيك اصرار وعزيمه، مثل هيك حب وعشق للامام الحسين، ما راح تشوفوها بغير مكان، هاي بس بالعراق. من هي هنا متحمله الحر والتعب والجهد بالخيمه وتقدم خدمات اضافه للاكل والمشرب، خدمات فكريه رساليه عقائديه، ما راح تشوفها بغير مكان. شنو اللي دافعها؟ شنو اللي يجبر اليوم الانسان يقدم شيء لانسان ما يعرفه؟ هو حب الامام الحسين عليه السلام. على قولة ام صلاح، من اراد خير الدنيا والاخره فعليه بالحسين. خليكم ويانا وخلينا نشوف بعد. امرت توحدنا بالخدمه ما توصل لها 100,000 نجمه بالسواد تشرح زهرتي. كل اللي شفتوه اليوم هو يصير بس بالعراق، ما يصير بمكان ثاني. هذا كرم العراقيين وهاي غيرتهم وهاي عزوبيتهم اللي ما راح تشوفوها بيوم من الايام بغير العراق. لهنا الحلقة انتهت، انتظرونا بحلقة جديدة من بس بالعراق.